وقت اللي نسأل محمد عساف على هو رادو الرابعة مين النجم اليوم اللي يعني على الساحة فارض وجوده ويعتبر نجم، فقال نصيف زيتون كان اسمك أول اسم. ما حدا بيحكي بخير ما بيكون من أهل الخير. صحيح. ابن عائلة وابن ناس وابن أصل محمد، هذا على خليني أقول، لأنه الكلام اللي بيقوله بدل إنسان حاله قديش هو إنسان طيب وإنسان متصالح مع حاله. طب هون شايفك شو بدك تقول له هون؟ الناحية الفنية أنا أصغر من أني أنا أقيم أي إنسان، الناس بتحبه فنان كبير، فنان العالم بتحبه، أغنيه عمل بصمة فنية رائعة جدا، هلأ فات على العراقي روعة، بغني بطريقة روعة. أنا كمان بس بدي أقول ما مش عبقيم، أنا دايما مثل الناس بتطلع على كل الفنانين مثل الناس، الله يوفقه وبتشكره كتير على كلامه الطيب، هذا دليل نبع أصله طيب.